زال عندنا أماكن خصص، ما زال على شغلنا لاعبين عندهم هذه ممتازة بهذه التنافسية، ماشي لها من غير مجرد غادي تجي فريق ما عمرو دار ما دار حتى شي كومبيتيسيون انترناسيونال أو قارية أو أفريقيا. فلهذا الاختيار ديالنا كيمشي بهذا الاتجاه باش يكون عندنا فريق متجانس متكامل عنده رغبة وعنده ما يكفي من الإمكانيات البدنية باش يكون يمشي في هذا التحدي. نحن واعيين أن السنة المقبلة فيها واحد أربعة ولا خمسة الواجهات، هذا أربعة ولا خمسة الواجهات دولي، هذا عندنا 27 لاعب زائد خمسة ديال الإسبوار هي 32. حنا 32 خصهم يكونوا من أجود اللاعبين، نتوما كل شيء تعرف السوق الوطنية حيت اللي يبان لك شي لاعب اللي في المستوى كيعترض به الفريق ديالو ما تيبغيش يبيعو. فلهذا حنا تنحاولوا أننا ما نخليوش بعض الركائز، ما تنقولش كلهم، حنا اللي إن شاء الله يسهل عليه واللي باقي عنده عروض ومازال لا تنحاولوا نقنعوهم بوسائلنا. كتعرف كيكون عندهم إغراءات مالية كبيرة بزاف بعيدة عن الميزانية ديالنا، ولكن كنديروا مجهود. هذا المجهود المصير ديالو هو غادي إن شاء الله هو النتائج اللي حنا غادي نمشيو فيه، ماشي تنقولك غنقمرو، ولكن غادي نمشيو على أساس أننا بين عينينا أن يكون عندنا في آخر الموسم الألقاب اللي كنلعبو عليها نكونو فزنا بها. ماشي مشينا للنهائي، كنتمنى هذا يكون معنا الحظ، يكون معنا الجماهير ديالنا، يكون معنا كل شيء من اجل تحقيق هذا المبتغى. اما الى كل واحد كيضرب في جيب وواحد تيقول لك راه غادي، سواء كنت انا ولا ما كنتش، لان راه انت راه سالي الموسم سالينا كل شيء تيقول بان المصيري هو السبب، راه انا السبب وماشي انا السبب. كنا ما نتنافسوش النهائي، كنا بقينا ربما كنلعبوا ادوار طراحيه نخرجوا من دور المجموعات والاقسام، ولكن كدير مجهود. راه كيعتبر الانسان غادي يمشي ثلاث ايام ويرجع يلعب، راه كتجينا حنايا مساله مفخره وكنفشروا على الناس نقول لك لا راه الطياره خاصه، راه كتمشي عادي كتخلص 60 ولا 40 ولا 50 مليون، كتمشي بطياره خاصه كتخلص 300 مليون. المصير ديال الامكانيات الماليه ديالك كتهرق، الارهاق خير من الناحيه الماديه، ولكن كنختار يكون عندنا الارهاق من الناحيه الماديه وما يكونش عندنا الارهاق ديال اللاعبين، حيت غتجيبو غادي يجي يلعب نهار الاربعاء او الحد في الدول الافريقيه اللي كتبعد على المغرب 16 ساعة ولا 17 غير ديال البور كينزل اللاعب داك. وعاودنا واحد العام الماضي كنا دزنا دور المجموعات، الله يذكره بخير السي وليد الكراكي قال لي حنا دابا دزنا غادي نلعبوا على بريمير بلاص، خلينا نمشيو ما ندوش الطيارة الخاصة. مشى كانوا غادي يمشيو ماشي لجنوب افريقيا، طنزا طنزا انغولا، كان مشيو لانغولا. قلت لي داكور سيروا خذوا الطيارة، مشاو دازو على قطر، ومن تما شدو طيارة أخرى، خصو طيارة باش يوصلو ديك المدينة، خصو هذاك الماتش باش مشاو، وحيت جاو خصو مع كادير، قال لي ما عمري باقي نقول لك هذا الشيء، أنا زيد ما كنتش طيارة ما نمشيش، باش قلنا زيد معاه وشوية عرفو هذا العشوائية راه ما كدارش بالهضرة، حيت تيقول لي شي حد الله راه بغيت أنا مدير رياضي ومدير هذا وهذا، هي راه نديرو ساهلة، ولكن غنطرحو الامكانيات الماديه غتكون مرهقه، بدل انك تشد الطياره خاصك تجيب مدير رياضي، انت كتشد حاجه ولكن كتطلق الاهم، حنا هذاك الشيء علاش كنمشيو في الاهم، ولكن حتى دابا حنا باقيين في الوعود ديالنا وغادي نديرو الجمل العام بالمناسبه اللي تيقول لك الناس ما درتوش اربع سنين، حنا نديرو حنا باقيين منفتحين، اللي بغى يجي مرحبا به. انما في هذه الظروف هذه ما عمرنا غادي نتخلاو على البلاد او نخليوها تراكمات على الديون ونخليوها في وضعيه خص اللي جا للبلاد يعرف ان خصها كيف خداها خصو يخليها وضعيه سليمه من الناحيه الماديه، يخليها يدبر راسو ينتحر يمشي يجيبو مهم
ما يخليش الخساس في الدنيا. والله يوفقنا جميعا. تفضل أزي. نفس السؤال مثل هذا. السؤال اللي جاوبتي عليه جاوب عليه. أي ما كان مشكل. من الجانب التقني. شنو جاي بتاع الخساس خاصني نجاوبك على البرمجة، على تدبير المجموعة، خاص الضغط ديال المباريات. كاين مدرب كيدير التدوير ديال اللاعبين، كاين مدرب كيعتمد على واحد التشكيلة. تيقول لك جوج الحوايج، أنا خاصها تكون عندي الأمور أنا كطلبوا مني باش نحقق واحد الهدف، خصو اللوجيستيك ديالو. في الوقت ديال الطيارة خاصها تكون الطيارة، هادشي كاع كله بنينا فيه. ما تقصروش وأنا ما نقصرش. أنا غادي ندير كيف جهدي ولكن تتوما تصيروا معايا في نفس المسار. إلا كنا عندنا الطموح ديالنا أننا نكونوا في الآخر الموسم ولا عندنا الألقاب ديالنا. وما تاريخ الألقاب معروفة. إلا بغيتي تبدا تقول لا غادي نمشيو بدل أن ندير كونسونتراسيون ديال ربع أيام ندير غادي النهار غنمشيو نلعبو ونجيو. وغتبدا تقول في هذيك الثلاث أيام كيفاش ولا خصو. لا راه هذا اللعاب لحم ودم. حيت كيمشي خصو حتى واحد الكاس ديال الراحة. خصو ياكل مزيان خصو توفر ليه ضروري إلزامي توفر ليه الظروف ديالو. إذا ما وفرتيش ليه إلا كان غير واحد تما في ديك المجموعة تيقول شي كلمة ماشي هي هذيك راه تيشوشوش على المجموعة كاملة. خصك تحاول أنك تخرجو من المجموعة. هذا شوف هذا هو هذه هي المهمة الصعبة. إلا قدرتي أنك تسيرها وتتساير معها غادي تحقق الألقاب. ولا ما قدرتيش خلي كان عندك مفيلات راه غادي يكون الإشكال. وأنا شوف التكنيكي قلتها هذا هي جيستيفي إلا عندك تلعب بحال الظروف تاع فريق الوداد البيضاء وعندك دي كوب ودي ماتش بزاف شي جيستيفي ما غاديش تقدر ب 11 لاعب ما غاديش تقدر ب 11 لاعب علاش؟ لأن غادي تبليس عليك واحد غادي تكونسونتر على أون جو غادي تبليس عليك واحد غادي يخسر لك السيستيم وهذا صافي خاصك توجد أكثر من 11 لاعب وجدهم في السيستيم ديالك باش إلا خرج واحد ولا إلا تبليس واحد ولا ظروف هذا كتلقى البديل ديالو واجد الاعتماد ديالنا غادي يكون على مجموعة أكبر. معليش نقول لك أنه التغيير غنلعبو ماتش بتشكيلة وتشكيلة، أنا المدرب اللي تيأمن بليزوتوماتيزم، تيأمن بالستركتور، لا خارج التيران ولا في داخل التيران، يعني ما غاديش يشوف الجمهور الوداجي تنواعد، ما غاديش يشوف أنه اليوم أحمر أو أصفر، ومع اللي لعب اليمين ومع اليسار، غادي نلعب واحد ليدونتيتي ديالنا، يقدر تبدل واحد البوست لا دو بوست. ولكن سا ديبون على لي كونديسيون على بوليكو بوكتار ولكن بوغ مو الجروب كله سي امبورتون.